عدوكم له ردء ومناصر وقوة ودول عظمى مع عدوه، وأنتم معكم دول ضعيفة، فكيف تجرون الويل على أنفسكم وعلى أطفالكم ونسائكم وممتلكاتكم وما بناه المسلمون لكم في 50 سنة؟ في 50 سنة هدم في 10 أيام. هذا طيش يقول دنسوا المسجد مكة 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يرى 360 صنم، ما هو واحد. أنتم ما في المسجد، ما ذكر لنا هل في المسجد الأقصى أصنام؟ سمعتم بأصنام داخل المسجد؟ ما سمعنا. مكة فيها 360 صنم يراها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويتعبد حول الكعبة، يرى الأصنام وأسافه نائلة، يرى ما لا يندله الجبين من القتل لأصحابه، لكن القدرة أين هي؟ أين القدرة؟ هناك قدرة. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام وكون الدولة وعلم أنه غزا بدرا وحصلت غزوات وفتح مكة وتلا قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتعقلوا. لكن هذه الجماعات التي تدير هذه الفتن يعني مأجورة، مأجورة مدفوعة مخترقة مضللة، وإلا كيف؟ والله يا أخوان لا يرضى بما يجري لا عاقل ولا كافر ولا مسلم ولا يعني ما يرضى واحد. روى البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الأحزاب أو ليلة أحد قال من يأتيني بخبر القوم يعني المشركين، فصمت الناس 3 مرات، وفي الثالثة قال قم يا حذيفة، قال فكان لابد. تدرون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استمع إلى ما يقول القوم ولا تذعرهم علي. ما معنى ولا تذعرهم علي؟ لا تهيجهم علينا، احنا ما عندنا، احنا الحين نريد السلامة. وكلكم يعلم أن الله يوحي إلى عيسى في آخر الزمان ومعه المهدي ومعه عصابة الموحدين الخلص، خلص أهل الأرض مع المهدي ومع عيسى، إذا خرجت يأجوج يوحي الله إلى عيسى إن لي قوما لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، أبعد أبعد بعد بعد المؤمنين من معه المهدي وأشجع الناس إيمانا وأقواهم توحيدا وإيمانا، لكن لا قدرة، لا قدرة. فلا بد من هذا. يلام بعض يعني اليوم طلبة العلم بعض السلفيين على بيان مثل هذه الأمور وليس هذا هو الوقت. إلى ما كيف ليس هذا هو الوقت ونحن نرى الدماء تنزف والأشلاء والأطفال؟ نقول أيضا هيجوا الموقف من أجل أن يكثر السفك والهدم؟ لا، نقول اتقوا الله في دماء المسلمين. هيجتم اليهود أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هيجتم أعداء الله، هم يريدون نقابل هذا الاستعداء، واستعديتهم علينا، وما النتيجة؟ فلا، لابد أن نبين لهم. أما قولهم أنه لا ينبغي أن تقولوا مثل هذا الكلام في حال الحرب، فنقول النبي عليه الصلاة والسلام أنكر في حال الحرب مرارا وتكرارا حديث أبي واقد الليثي الصحيح عند أهل السنن، لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم، وهو ذاهب إلى وين؟ إلى حنين في أشد الحاجة له. كذلك لما قاتل ذاك الرجل في المعركة
الذي ما ترك المشركين شاذة ولا باذة. قالوا يا رسول الله ما أبلى منا بلاء مثل ما أبلى هذا. قال هو في النار في المعركة. ما انتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى كذلك لما غل ذاك الرجل الشملة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المعركة حكم الغلول. فلا مانع أن نبين للمسلمين أن هذه الأفعال شنيعة وخاطئة ومخالفة لمقتضيات الشريعة ولأصول الشريعة ولقواعد الحرب وإلى أصول الحرب. ما طبقتم شيئا لا من أصول الشريعة ولا من قواعدها ولا من أصول الحرب. أهل العلم يقررون القدرة من ضوابط الجهاد وأنتم مش عندكم، حتى أنكم تسمونها أنتم رشقات. الرشقات تقابل هذه القنابل التي إذا نزلت على هذه الأبراج العظيمة جعلتها رمادا. وش عندكم أنتم؟ عندكم رشقات. فعلينا ألا يعني نتحمس كثيرا لهؤلاء الذين استعدوا اليهود على أهلنا. أما بالنسبة لإخواننا في غزة فإننا والله إننا في قنوتنا وفي صلاتنا ندعو لهم آناء الليل وأطراف النهار بأن الله يرفع عنهم البأساء والضراء وأن يرحم موتاهم وأن يشفي جرحاهم وأن يرفع هذا يعني هذه النيران التي احترقت فوق رؤوسهم وبين بيوتهم عنه، وأن يكف هؤلاء وأن يجعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا ندرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هؤلاء قوم يعني يحبون أن يعني يعتدوا على المسلمين بدون موجب، فكيف قد يعني حصل لهم المبرر؟ ثم ذبحتم يعني قتلتم مئة يهود يوما، النتيجة آلاف مؤلفة. بل يقال لنا أن ما تحت الأبراج الآن لم يوصل لهم ولم يذكرون أبدا ما لهم حس ولا الذين كانوا في البدرومات الطوابق السفلية. يقول الآن لا هؤلاء ما هو هو بعض الأبراج يعني تحتها أشياء الله أعلم بها، يقولون جثث لا يعلمها إلا الله ولا تتضح إلا بعد حين. فلا بد أننا نفقه ما يدور، ولا بد أننا نحذر وأن نحذر وأن لا ننخرط في هذه الحماسات الطاعشة. ودولتكم وفقها الله، والله أنا أكبركم يمكن في المجلس، والله إنها ما قصرت مع هذا الشعب، لا حكومة ولا رعية ولا رجالا ولا نساء. وأذكر وأنا طفل مع ريالة بشتري بفسحة ويأتوننا معهم كروت: ادفع ريالا تنقذ عربيا، وأخذ ريال وحطه بالصندوق ولا أفطرك. هذا أنا صغير مكتوب عليها كروت: ادفع ريالا تنقذ عربيا، يعني من فلسطين. ونقول لا ننقذ عربي وبلا فطور. ما قصة والدولة دعمت كل ملوك هذه البلاد، ما تركوا يعني شيئا ينفع هؤلاء إلا فعلوه. ولكن عليكم السلام، ولكن أسقط في أيديهم بسبب الخيانات والغدر والانتماعات إلى بعض الجهات وإلى الارتماء في أحضان الرافضة والملاحدة وأعداء الملة. فانتبهوا بارك الله فيكم، أنتم طلبة علم ومشايخ وقضاة وعليكم واجب شرعي لابد. لأني أجي أسمع وفي وسائل التواصل يعني شيء من التحمس والحماس وذكر حماس وذكر لا لا لا، حماس شر هي الشر بعينه الذي جلبت السفك والهدم على رؤوس إخواننا، هي حماس وما تفرع عنها. وهذه حقيقة مرة لكن لابد أن نقولها. والله أننا نود أن تكون حماس من أفضل الجماعات عقيدة وديانة وعبادة وجهادا، هذا يفرحنا. هذا لكن ما الأمر ما هو بيدينا،
وما قصروا ولاة الأمر، جاءوا بهم إلى الكعبة وتعاهدوا وأعطوهم وكذا، وأنتم عيالنا وأبناءنا وخلوكم يد واحدة، وخلال 24 ساعة والعقود مقطعة وهم في أحضان الرواب. الشكوى لله، ما لنا حيلة. ومع ذلك دولتكم ما هي مقصرة والله. الآن يعني المواقف عظيمة وفي المحافل الدولية، يعني دفاع مستميت عن فلسطين وعن فلسطين وعن احتلال اليهود، يفعلون قدرة. حما قول بعض السفهاء يلا نفتح نقاتل ونذهب نقاتل، كيف نقاتل؟ الشيخ محمد بن عثيمين كلكم تذكرون مقولته لما قال: الذي يدعو إلى مقاتلة المشركين في هذا الوقت فإنه يدعو أهل الإسلام إلى الانتحار، لأن أقوى ما في أيدينا لا يساوي أضعف ما في أيدي. تذكروا ما قلت الشيخ؟ يقول مثل سكاكين المطبخ. ها؟ يقول الأسلحة مثل سكاكين المطبخ. يقول أسلحتكم اللي معكم مثل سكاكين المطبخ. وهم. ثم شو رأيتوا بعقولكم أنتم؟ واليهود في مكاتبهم يرسلون من السماء هذه النيران وهذه المدمرات، جعلت الأرض رمادا وأشلاء ودماء تنزل. فلا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن الواجب علينا أن نكثر لهم الدعاء وأن نلزم العبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. نلزم العبادة والدعاء، وأبشروا أبشروا أبشروا بقول الله عز وجل: إن مع العسر يسر. فالفرج قريب وإن شاء الله سيرتفع الباس، لكن كم يعني لدغنا كلما، والله ان بعض المحللين يقول ان الوقت سبحان الله قريب لحل هذه القضية بضغط من دولتنا ومن غيرها، لكن لما رأوا قرب الفرج وان يعني سيرفع الحصار عن غزة وستكون وتلتئم مع بقية المناطق الفلسطينية، احلال السلام أوعز لهم أولئك، فقالوا لا، أفسدوه من أصله. هذه مخططات عجيبة غريبة وينفذها رجال يكبرون ويهلون. تكبرون على إيش؟ تكبرون على أشلاء أطفالنا ونساءنا وبناتنا وحارمنا. فنسأل الله أن يرفع البأساء والضراء وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. ولعل الشيخ سعد جزاه الله خير يعلق بعض الكلمات. تفضل يا شيخ. ما في أقول أكثر من كلامك، جزاك الله خير، ما عندي أكثر منه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، جزاك